السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. الموضوع اللي طال انتظاره والمهم جدا لكل أصحاب السيارات، إصلاح بطارية السيارة الجافة. بيطلق عليها جافة ولكن هي من الداخل عبارة عن ألواح سالبة وموجبة، والسائل أو الحامض اللي هنشوفه مع بعض. عندنا أكتر من بطارية، وهعمل لحضراتكم سلسلة على كل نوع وإزاي أستخرج منه الأشياء الهامة والضرورية، وإزاي نقوم بإصلاحه مع بعض. هنروح مع بعض نشوف إزاي نصلح أي بطارية من بطاريات السيارة، ونشوف كل الأعطال. مهم جدا تتابع الفيديو للآخر عشان ما تسقطش منك معلومة وترجع تاني للمقدمة أو لجزء أنت فوتته من أجزاء مهمة جدا هنشوفها مع بعض. عندي هنا 3 أنواع أو 3 أعطال مختلفة للبطاريات. هنبدأ الأول بتوصيل الشاحن. طبعا أنا في البداية بعرفك أنت مش محتاج تعمل ده كله، يعني مش محتاج تجيب الشاحن المتخصص ده، ولكن أنا عشان أوريك الأعطال والمشاكل اللي في البطاريات الثلاثة. هنوصل الشاحن بالكهرباء، والشاحن ده بيشحن 24 أو 12، بيجيب لي أو بيحدد لي الجهد زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ أوصله على كل نوع من أنواع البطاريات، الموجب مع الموجب في البطارية دي، والسالب مع السالب. الشرارة بتخرج معايا، وهنا الفولت اهو بيبدأ ينزل لحد ما يساوي جهد البطارية. البطارية دي مشكلتها ما بتحملش، مفيش تحميل عليها، بيسقط الشحن على طول اول ما اجي ادور السيارة، رغم ان الحامض هنا مديني اللون الاخضر، يعني الحامض جيد. هنيجي للبطارية اللي بعدها ونوصل الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، ونركز في الشاشة بتاعت الشاحن. الشاحن عليه شورت سيركت اهو، ما بينورش مطلقا، بيديني زي نبضة كده، وبيعمل لي قفلة في التيار الكهربي، دليل ان البطارية دي فيها شورت سيركت او قفلة. هنيجي للبطارية التالتة، هنوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب، مفيش اي استجابة، وهنلاحظ الجهد هنا اهو 26 27، وبتبدأ المروحة بتاعت الجهاز تشتغل. البطارية دي كنا ركبناها او متغيرة من سيارتي الفورد، تم تغييرها بعد ما جلست تقريبا في السيارة او قعدت شغالة معايا حوالي 3 سنين واكتر كمان، يعني وصلت تقريبا ل4 سنوات. هنبدأ بالبطارية ديت، ادي البطارية، وهنبدأ بأهم شيء وهو كنز في البطارية هقول لك عليه بعدين. هتجيب أصغر مفك عندك وهتبدأ تخرج أو تبدأ تنزع القياس بتاع السائل أو القياس بتاع البطارية أو صلاحية السائل. هيخرج معاك بالشكل ده. هتقول لي إيه فايدة الجهاز أو فايدة العدسة ديت؟ او الفايدة الظاهرة حاليا ان انا هقدر اشوف البطارية من الداخل. وما تنساش ادوات السلامة النظارة عشان الحامض اللي بيخرج من البطارية ضار جدا، والجلافظات مهم جدا ان انت تستخدمها اثناء عملية اعادة البطارية التلف. هنبدأ نفضي الحامض اللي موجود داخل البطارية. طبعا اصبح الوضع سهل لان انا كده ما خرمتش البطارية او فتحتها زي فيديوهات اخرى، لا انا خلاص هخرج الحامض مباشرة من الفتحة دي. خرج معايا الحامض اهو، واضح طبعا ان الحامض ده مش هو اللي موجود داخل البطارية بالكامل. ونبدأ بسن مفك أكبر، هنكبر سن المفك ونبدأ في فتح الغطاء العلوي للبطارية. هتيجي من عند فتحة التنفيذ، أي بطارية لها فتحتين عشان الهواء أو تنفيس البطارية، وهتبدأ في فتح البطارية بالشكل ده كده، الغطاء هيطلع معاك واحدة واحدة. Thank you.
اتفك معايا الغطاء اهو، وهنلاحظ دي الفتحات او الثقوب بتاعت فتحات اللي بيعبي منها الاسيد او فتحات الخلايا. هتظهر عندي هنا الخلايا، البطارية ال 12 فولت فيها 6 خلايا زي ما حضراتكم شايفين، ودي الفتحات الخاصة بيها. واول شيء واول سر هيظهر لي ان المقياس او مدى صلاحية الاسيد او سائل البطارية موجودة بس في خلية واحدة، يعني المقياس ده بيظهر لي بس الحامض اللي في خلية واحدة، يعني لو عندي مشكلة في الحامض في كل الخلايا او في خلايا متعددة مش هيظهر معايا. ادي اول شيء شفناه. هنبدأ بعد كده نفضي السائل الموجود في البطارية، كده هيخرج معايا كل الاسيد او السائل او الحامض اللي موجود في البطارية. الاول خرج معايا بس اللي موجود في الخلية رقم 2. هنحاول نفضي تاني، وطبعا هنلاحظ اللون الاسود ده دليل ان في مشكلة عندي في الاسيد نفسه. هنبدأ بعد كده نعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنغسل البطارية او الخلايا الخاصة بيها بالمية المقطرة، وحاجة مهمة جدا هنستخدمها معاها هي بيكربونات الصوديوم او بيكربونات الصودا المستخدمة في المنزل في صناعة الخبز والكيك وخلافه. ليه هنستخدمها؟ عشان هي مادة منظفة هتنظف لي البطارية كلها والالواح من الداخل. دي المادة اللي هنستخدمها، بيكربونات الصوديوم. هنبدأ نجرب كده وناخد جزء منها او بعض منها ونضعه على الاسيد اللي احنا خرجناه. ده طبعا اللي هيحصل داخل البطارية، وهيقوم بتنظيف كل الخلايا. في البداية هنبدأ نضع بيكربونات الصوديوم، لو خدنا مثلا في كل خلية وبعد كده نغسل بالمية المقطرة. اول ما يتوقف الغليان او الفوران او عملية التنظيف بتاعت بيكربونات الصوديوم هبدأ في تغيير المية، واكرر العملية دي لعدة مرات لحد ما المية اللي خارجة من البطارية او من التنظيف تبقى شبه خالية من الرواسب. طبعا هنلاحظ كمية الرواسب اللي خرجت معايا اكتر من الرواسب الاولية اللي ظهرت مع السائل البدائي او قبل عملية التنظيف. هفضل انظف لحد المية ما تخرج معايا، اللي هي المية المقطرة، لحد ما تخرج معايا شبه نظيفة او بيضة.
كده المية اللي خرجت معايا تقريبا شبه نظيفة. بعد كده هنبدأ بقى نصفي المية المقطرة اللي داخل البطارية. هنصفيها ازاي؟ هتيجي في اي مكان او على الارض وتقلبها على ظهرها على اساس تنزل او تصفي كل المية المقطرة اللي فيها. هتجيب قطعة قماشة بيضاء وتقلب عليها البطارية بالشكل ده كده، وتسيبها لحد ما تفضي كل المية اللي فيها. نبدأ بعد كده نعدل البطارية بعد ما صفت كل اللي فيها، ونبدأ في وضع الأسيد أو الحامض أو المية بتاعة البطارية. طب المية بتاعة البطارية دي بتتباع فين؟ بتتباع في أي محل للبطاريات بتبقى جاية جاهزة بالتركيز الخاص بيها. أنا جبت 5 لتر تقريبا عملوا $2، واللي هنبدأ نستخدمهم دلوقتي في تعبئة البطارية. مهم جدا الجلافزات، ولازم تكون جلافزات تحميك من الحامض او الاسيد لا قدر الله لو جه عليك او على جلدك. يبقى مهم ان انت تغسل ايدك فورا لو جه عليها اي شيء من الاسيد او الحامض. وهنبدأ بعد كده في التعبئة. هناخد خلية خلية، وحاول بقدر المستطاع ما تكترش، يعني ما تملاش مرة واحدة العين بتاعة البطارية، واحدة واحدة، عشان ده مش زي المية اللي كنا بنحطها قبل شوية. لو اتسرب شيء منها مفيش مشكلة، دي مية. اما انا بتعامل دلوقتي مع الاسيد او الحامض بتاع البطارية. وهبدأ في شحن البطارية. السالب مع السالب والموجب مع الموجب. هسيبها شوية كده في الشحن. هل فعلا هتنفع البطارية لو شحنت معايا؟ بنسبة كبيرة قوي هتنفع، وده الموقع اللي بيحكي لك او بيقول لك ازاي تنظف البطارية عن طريق بيكربونات الصوديوم. هرفق لحضرتك الموقع الاصلي وكمان موقع الترجمة ازاي تنظف البطارية المتآكلة باستخدام صودا الخبز. مهم جدا لو قبلت معاك البطارية، وهتقبل لو البطارية مش مركونة. طب لو البطارية ما قبلتش معاك، هنروح بقى للمرحلة التانية عشان نشوف ايه المشكلة اللي نتجت من ركنة البطارية، ونشوف الالواح من جوه، ونشوف كل شيء والمشكلة بالتفصيل. هنبدأ نشحن البطارية ونشوف ايه اللي هيحصل معنا. هوصل الموجب بالموجب والسالب مع السالب. اول ما هوصل هلاقي حاجة غريبة، اكون حذر. البطارية اول ما غيرنا الحامض بتاعها حصل عليها شورت سيركت او حصل عليها قفلة كده. البطارية مش قابلة شحن نهائيا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، الفولت بينزل عندي للصفر. طبعا حضرتك مش مطالب يكون عندك جهاز زي ده، ولكن هتلاحظ وانت بتشحن او بتحطها على الشاحن ان هي بتعمل قفلة او بتقفل نظام الشحن بالكامل، وده خطر على الشاحن، ممكن يتحرق. طب هنعمل ايه بعد كده؟ طب لو كانت اشتغلت معايا وانا عايز اعرف الربع اللي ضارب او في جزء من البطارية ضارب ولا لا، بعد ما بتشحن بعمل شورت سيركت او بعمل قفلة بكابل مساحة مقطعه او كابل تخين شوية عشان يمشي فيه الامبير، وبعد كده بتبدأ تبان معايا الخلية اللي فيها المشكلة. هنوصل احنا بقى، ولان موضوعنا صعب هنروح للاحتمال التاني، وهو ان يكون في مشكلة داخلية في البطارية، وهنبدأ في الفك. اول حاجة هنخرج الحامض تاني عشان هنعيد استخدامه ان شاء الله بعد ما نخلص ونشوف ايه اللي داخل البطارية وايه اللي فيه المشكلة. هنحاول نصفي كمان الحامض كله.
بعد كده هنيجي لفك الجزء العلوي للبطارية. هنلاحظ طبعا ان الجزء ده هو اللي هنبدأ في فكه عشان تظهر معايا الخلايا وتظهر معايا كل مكونات البطارية من الداخل، ودي العملية المعقدة اللي عايزك تركز معايا فيها. اول خطوة هنبدأ نقطع الجزئين اللي من الرصاص دول، القطب السالب والموجب، وده سهل جدا بأي صفحة منشار. بعد كده هنبدأ في إزالة الغطاء العلوي أو الجزء العلوي للبطارية. هنلاقي هنا ده الرباط اللي بيربط الجزئين السفلي والعلوي من هنا كده. هنبدأ واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده، هيبدأ الجزء العلوي يخرج معايا، ولكن شوية شوية عشان أقدر إن أنا أرجع الغطاء تاني لوضعه بعد ما أكشف على الخلايا. هنلاقي الشفه اهيت السفليه وادي الشفه العلويه، هتني ماشي كده لحد ما افك الغطا بالكامل. ابدا افك الداير كده واحده واحده. كده بدأت تظهر معايا معالم البطارية. هنا يظهر معايا هو سبب المشاكل وليه البطارية ما استجابتش معايا وحصل فيها المشكلة او ما قبلتش شحن. القطب الموجب عليه شورت سيركت او قفلة، كل الخلايا او كل الالواح ملتصقة ببعضها. نيجي بقى للشرح المهم اللي من خلاله هتقدر تصلح البطارية لو ما وصلتش للحالة اللي حضراتكم شايفينها دي. البطارية دي اتركنت اكتر من سنة عشان كده حصل التآكل والمشاكل دي كلها. كل خلية مربوطة مع التانية زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الطرف السالب ومربوط مع الخلية دي في الطرف الموجب، والطرف ده السالب مربوط مع الموجب وهكذا. فكل خلية من الخلايا الوسطى مربوطة بطرفين زي ما هنفكهم دلوقتي، والطرفين الأساسيين اللي هما الموجب والسالب في نهاية توصيل الخلايا اللي موصلة بالتوالي. هنيجي نفصل الخليتين دول عن بعض. بالراحة كده هشيل الخلية.
ده منظر الخلية، ولكن للأسف طبعا مش هنقدر نعمل فيها أي شيء لأن الألواح نفسها متآكلة. أدي لوح من الألواح. إيه اللي إحنا كان ممكن نعمله لو البطارية ما كانتش مركونة لفترة؟ اللي نقدر نعمله إن إحنا نفك العوازل اللي بين الخلايا دي ونعيد تأهيلها أو نعمل لها عازل جديد. هنلاحظ طبعا إن الألواح نفسها متآكلة أهي. ادي لوح، يبقى لوح سالب. الخلية دي متهالكة وتالفة بشكل كامل، ومن هنا يظهر لي ليه البطارية ما كانتش بتقبل شحن، رغم ان هي في البداية قبل ما نغير الحامض كانت بتقبل شحن. لما غيرنا الاسيد او الحامض او مية البطارية بدأ التفاعل وبدأ الجزء اللي فيه مشكلة يتآكل اكتر، وعند الشحن ادتني قفلة او شورت سيركت او تقريبا زي ما يكون القطبين مقفولين على بعض. لما فتحنا البطارية لقينا الخلايا تقريبا كلها تعبانة بتاعت البطارية وفيها مشكلة او خلل او متآكلة. كده انا وصلت لنتيجة ان البطارية اللي عليها قفلة او اللي بتديني شورت سيركت او بتديني قفلة على طنجر الشحن، معنى كده ان البطارية دي الخلايا بتاعتها نفسها متآكلة وفيها مشكلة وفيها خلل. معادنا ان شاء الله مع البطارية التانية نشوف برضو ايه اللي فيها وهل ممكن نصلحها من الداخل ونغير الخلايا مع بعض ام لا. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.